صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي التاريخ على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. الحلقة بتاعتنا النهاردة هتكون تحت عنوان المراجعة النهائية للتاريخ الجزء الأول، وطبعا عندنا حلقة تانية الساعة 2، فكل الطلبة تتابعنا. هنتعرف دلوقتي على فريق العمل اللي هيكون معنا في الحلقة ونبدأ الحلقة مع بعض. هيكون معنا في الحلقة إن شاء الله مستر سمير شلبي. صباح الخير يا مستر. صباح الخير. أخبار حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. وهيكون معنا أيضا في الحلقة مستر محمد عز الرجال. صباح الخير يا مستر. صباح الفل. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله تمام. وهيكون معنا أيضا في الحلقة مستر هاني مصطفى. صباح الخير يا مستر. صباح الخير يا مستر. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله رب العالمين. ويكون معنا ايضا في الحلقه مستر جمال سعيد. صباح الخير يا مستر. صباح الخير يا مستر احمد. اخبارك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله تمام. الله يخليك. واخيرا وليس اخيرا يكون معنا في الحلقه مستر احمد مصطفى. صباح الخير يا مستر. صباح الفل يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طبعا طلبتنا اللي بيشاهدونا دلوقتي اساتذتنا الافاضل اللي معنا في الاستوديو مجمعين كم كبير جدا من الاسئله لحلقه المراجعه النهائيه، فكل الطلبه اللي بتشاهدنا دلوقتي يا ريت تركز في الحلقه معاهم. نستاذن المخرج الجميل بتاعنا يجيب لنا الصفحه رقم 1 ونبدا مع مستر سمير شلبي. تفضل يا مستر. بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الاعزاء، مستقبل مصر واملها. احنا طبعا زي ما قال استاذ احمد بنحاول نساعدكم بكل الطرق ان شاء الله، وبنشكر البرنامج واستاذ احمد لانه بيعملوا جهود كبيره فعلا لاسعادكم. طيب احنا عندنا السؤال الاولاني بيقول: من خلال دراستك التاريخيه تجد ان هناك اتفاقا كبيرا في الفكر السياسي لعلي بك الكبير مع والاختيارات مع احمد عرابي، مصطفى كامل، محمد علي، محمد بك ابو الدهب. عشان نجاوب على السؤال ده زي ما قلنا في مفتاح الاجابه، وده انا مصر على مفتاح الاجابه ده، لو وصلت له هتحل السؤال وهتقفل ان شاء الله. مفتاح الاجابه هنا اتفاقا في الفكر السياسي. يا ترى محمد علي، اسف، يا ترى علي بك الكبير ايه الفكر السياسي بتاعه؟ الفكر السياسي بتاعه انه كان عايز يعمل استقلال وانفصال عن السلطان العثماني، وعايز يعمل دولة مملوكية منفصلة عن السلطان العثماني، وعايز يعمل توسعات. وفعلا طرد الولي العثماني، وفعلا قام بعمل حركة استقلالية عن السلطان. يا ترى مين يشبهه في الفكر السياسي في الأربعة اللي احنا اخترناهم اللي قلناهم؟ يعني هو محمد علي. محمد علي برضو قرر يعمل حركة انفصالية عن السلطان العثماني ويكون دولة عربية منفصلة عن السلطان العثماني، وبالتالي يبقى الإجابة اتفاق في الفكر السياسي محمد علي. السؤال الثاني: إحدى هيئات الحكم العثماني في مصر وكانت تمثل السلطة التنفيذية، وهي أضعف هيئات الحكم العثماني. الإجابة: الوالي، الديوان، بكوات المماليك، الحامية العسكرية. الحقيقة هيئات الحكم العثماني، الحكم العثماني استحدث نظاما جديدا في الحكم، وهو أن يكون هناك ثلاث سلطات أساسية: الوالي، الديوان، المماليك. المماليك كانوا عبارة عن سلطة محلية لحكم الأقاليم، والديوان كان سلطة رقابية يراقب الوالي. أما الحماية العسكرية فكانت سلطة عسكرية لحماية الحكم العثماني. فهنا بنجد أن الوالي هو السلطة التنفيذية الذي يقوم بتنفيذ أوامر السلطان، وفي الحقيقة هو أضعف هيئات الحكم العثماني لأن مدة حكمه قصيرة جدا لا تتعدى الثلاث سنوات، فكان لا يهتم بشؤون الحكم وإنما يهتم بجمع الأموال لنفسه. شكرا. احسنت يا مستر سمير. ننتقل للصفحه رقم 2 مع مستر محمد عز الرجال. اتفضل يا مستر. بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي الاعزاء، طلبه وطالبات الثانويه العامه، اهلا ومرحبا بكم، ووصلنا للمنعطف الاخير. في اول حلقه قعدت في المكان دوت، في هذا المكان المحترم، البرنامج الاشهر في مصر، قلت لكم ان شاء الله الامتحانات هتكون سهله، وقلت لكم باذن الله تعالى نركز على نواتج التعلم اللي هي الاهداف اللي موجوده في اول كل صفحه. طب الاهداف دي ايه هي؟ ده المطلوب نحققها. لو حضرتك قريت الاهداف دي وفهمتها يبقى انت كده حققت المطلوب من الدرس. وان شاء الله احنا في المنعطف الاخير، وان شاء الله سنه سعيده على الجميع ان شاء الله. ومعانا اول سؤال بيرتبط بالكلام اللي انا بقوله، بقول: من اهم الدروس المستفاده من موقف المماليك عند نزول الحمله الفرنسيه الى مصر، اهميه الوعي السياسي ام اهميه الوحده والتضامن ام اهميه القوى العسكريه ام خطوره الحروب الطائفية؟ هتقول يا مستر الأهداف دي الأربعة تنفع. هقول لك طب تعالى نشوف مع بعض. الحملة لما وصلت اسكندرية مين اللي واجهها؟ تمام، أهالي الإسكندرية. طب مين اللي كان المفروض يواجهها أساسا؟ الدولة العثمانية. تمام، صاحبة الحكم الشرعي. طب ما واجهوش ليه الحملة الدولة العثمانية؟ لأن الدولة العثمانية كانت ضعيفة. طب مين اللي واجه بعد كده المفروض؟ المماليك. طب المماليك كان هم اللي معاهم السلطه الفعليه في البلاد، والمماليك معروفين ان هم عندهم قوه عسكريه زي ما احنا عارفين، هم اللي حموا مصر والعالم الاسلامي
قبل كده. طب ليه المماليك ما قدروش يواجهوا الحملة الفرنسية؟ خلي بالك السؤال بيكون في كلمة هي اللي هتوصلك للإجابة. الكلمة بتقول عند قدوم الحملة، عند قدوم الحملة المماليك كانت موقفهم إيه؟ إن هم فوجئوا بوصول الحملة. طيب ليه فوجئوا؟ لأنهم استهلكوا، خلي بالك الإجابة هي استهلكوا قوتهم في النزاعات الداخلية. ده هياخدك على طول على الإجابة الاختيار رقم 2، أهمية الوحدة والتضامن، هو ده الدرس المستفاد من ضمن الأربعة. والسؤال الثاني، أنشأت الدواوين الاستشارية التي أو ألقت الدواوين الاستشارية التي أنشأها نابليون بونابرت بظلالها السلبية، مفتاح الإجابة زي مستر سمير ما بيقول، مفتاح الإجابة في ظلالها السلبية على بعض ولاة مصر ومنهم خسروا باشا خرشد محمد علي سعيد. طبعا انت عارف ليه نابليون عمل هذه الدواوين، عشان ينقل الحكم للطبقة الوسطى، طبعا عشان يعرف اللي بيدور في أذهان المصريين، ومن خلال هؤلاء اللي هم العلماء والأعيان يستطيع أن يقرر ما يراه. ولكن في النهاية كانت هذه الدواوين مرتبطة بالمصالح الفرنسية، ولكن في النهاية استفاد المصريين منها إيه؟ أهمية المشاركة في حكم بلادهم بدلا من الحكم الفردي المطلق. الكلام ده ظهر إمتى يا شباب؟ ظهر بعد رحيل الحملة الفرنسية. مع مين أول واحد خسروا؟ لا طبعا خسروا، دخل في صراع مع الجند حول الرواتب المتأخرة. طب مين معايا؟ خرشد. تمام، خرشد وفساد فرق الدولة والضرائب أدى ذلك إلى اجتماع زعماء الشعب، زعماء الشعب اللي هي الطبقة اللي هي اتكونت أو القوة اللي اتكونت من نتيجة المشاركة في الدواوين. يبقى دواوين نابليون أوجدت قوة اسمها قوة زعماء الشعب المصري، اجتمعوا يوم 13 مايو 1805 وقرروا عزل خرشد، قرروا عزل خرشد، هي دي ظلالها السلبية، أثرت سلبيا على مين؟ على خرشد، قرروا عزل خرشد وتعيين محمد علي، والإجابة خرشد. شكرا جزيلا. أحسنت مستر محمد. ننتقل للصفحة رقم 3 مع مستر هاني مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بطالبات وطالبات الثانوية العامة. هنبدأ دلوقتي نتكلم عن من القضايا التي لم تناقشها دواوين الأقاليم زمن الحملة الفرنسية. احنا عارفين طبعا في انشئ في مصر ايام نابليون ديوان العام ودواوين الاقاليم. طب هنا مديني مجموعه من الاختيارات، بيقول لي حل مشكله الاخزر الصقر، حفر ترع جديده، جمع خراج الاراضي الزراعيه، خفض قيمه الضرائب. طب نرجع كده، احنا قلنا نحاول دايما نلغي اجابتين ونختار الاجابه الادق. هلاقي مهام دواوين الاقاليم كانت بتنظر في المصالح العامه. طب حفر الترع ده يعتبر مصلحه عامه، يبقى كده حفر الترع ناقشتها دواوين الاقاليم. منع المشاحنات بين القرى، طبعا منع المشاحنات يبقى حل مشكله الاخذ بالطار، يبقى كده حل مشكله الاخذ بالطار استبعد ده حفر الترع. كان كمان من مهام الاقاليم ديوان الاقاليم جبايه الضرائب، يبقى جمع اخراج الاراضي الزراعيه وده من ضمن الضرائب المفروضه على الاهالي. يبقى عندي الاجابه رقم 4 خفض قيمه الضرائب، ودي النقطه التي لم تناقشها دواوين الاقاليم زمن الحملة الفرنسية. السؤال رقم 6، قيام علماء الحملة الفرنسية بدراسة مشروع توصيل البحرين ألقى بظلاله السياسية السلبية في عهد العديد من حكام مصر خاصة. احنا طبعا عارفين فكرة حفر قناة السويس كانت فكرة من علماء الحملة الفرنسية. طب هنا بيقول لي ألقت بظلاله السياسية السلبية في العديد من حكام مصر. هبدأ رقم 1 في الاختيارات، محمد علي وسعيد باشا. طبعا محمد علي اتعرض عليه فكرة حفر قناة السويس وانا عارفين انه رفض وقال عبارته المشهورة لا اريد بسفورا في مصر، يبقى رقم 1 مش هتنفع معانا. طب اسماعيل وتوفيق، طبعا في عصر اسماعيل تم حفل افتتاح قناة السويس ومصر دخلت في مشكلة الديون. طب هل هو ده السبب اللي ألقى بظلاله؟ نكمل الاختيارات، توفيق وعباس حلمي. طبعا في المنهج عندنا ما فيش اي علاقة ما بين عباس حلمي وقناة السويس. طب نيجي رقم 4، توفيق وجمال عبد الناصر. احنا عارفين اولا القى بظلاله السياسيه السلبيه في عصر توفيق لما قامت الثوره العرابيه، حاول عرابي ان يعطل الملاحه في قناه السويس لكن اداره القناه اقنعت عرابي بعدم تعطيل الملاحه وانها مش هتسمح بدخول القوات الانجليزيه قناه السويس. وحتى المقوله اللي بيقولها السيمور القائد الجنرال القائد الاسطوري الانجليزي بيقول لو كان عرابي عطل الملاحه في قناه السويس ما كناش هنقدر ندخل مصر، لكن للاسف عرابي ما عطلش الملاحه والقوات الانجليزيه دخلت مصر وتم الاحتلال البريطاني، يبقى ده تاثير سلبي.
كمان في عصر جمال عبد الناصر بنقول ان في جمال عبد الناصر حصل تأميم شركة قناة السويس، وسبب التأميم ده أضر بمصالح انجلترا فاشتركوا في العدوان الثلاثي اللي أثر على مصر. يبقى الإجابة الصح عندي هنا توفيق وجمال عبد الناصر. شكرا مستر. احسنت مستر هاني. ننتقل للصفحة رقم 4 مع مستر جمال سعيد، اتفضل يا مستر. اهلا وسهلا مستر احمد. ننتقل للصفحة رقم 4. السؤال رقم 7 بيقول فكرة حفر قناة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط زمن الحملة الفرنسية تمت مناقشتها من خلال. طيب في الاختيارات عندي مديني ديوان القاهرة ولا دواوين الأقاليم ولا الديوان العام ولا المجمع العلمي. طيب لو جينا بصينا دلوقتي على الإجابات اللي موجودة معنا هنلاقي إن أنسب إجابة علشان أختارها هي المجمع العلمي. طب ليه أنا هختار المجمع العلمي؟ لأن المجمع العلمي لو جينا بصينا على الهدف من إنشائه أول حاجة قلنا عندنا اللي هو العمل على تقدم العلوم والمعارف في مصر. تاني حاجة وهي دي اللي تهمني إن هو بيعمل على دراسة نشر المسائل الطبيعية والصناعية وهو ده اللي يهمني. طيب أنا دلوقتي لما أوصل قناة ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط دي كده بالنسبة لي مش مسألة إن أنا هوصل ما بين بحر أحمر وبحر متوسط ما بين يعني زي ما بنقول اللي هي عاملين طبيعيين أو اللي هو البحر الأحمر والبحر المتوسط، فأنا مسألة بالنسبة لي هتساعدني على إن أنا أزود التجارة، هتساعدني على إن أنا أحول مصر إلى مركز اقتصادي عالمي، هتساعدني إن أنا أسهل طرق ومرور التجارة إلى الشرق. فلذلك اللي هيدرس الحكاية دي يعني وبالتفصيل أفضل ناس اللي هو العلماء اللي موجودين في المجمع العلمي، لأن المجمع العلمي كان بيضم العلماء اللي كانت بتعمل على دراسة المسائل سواء إذا كانت طبيعية اللي هي الأرض اللي موجودة عندنا أو الطبيعة الجغرافية وإزاي إن هم هيقدروا إن هم يعملوا قناة السويس. وإحنا عارفين كمان إن الفكرة فشلت بسبب إن كان في عندنا خطأ في حساب منسوب مستوى البحرين، كانوا معتقدين إن البحر المتوسط أعلى من البحر الأحمر. ننتقل بعد كده للسؤال الثامن. هنقول السؤال بيقول أحد أعيان مدينة المحلة الكبرى طلب منه الحضور إلى القاهرة في عهد نابليون بونابرت وذلك لتعيينه في إيه؟ دلوقتي أنا عندي واحد من الأعيان يعني واحد من الشخصيات اللي عندها زي ما بنقول اللي هو المركز المرموق أو إن هم عندهم مثلا الفلوس اللي موجودة اللي يقدر يستغلها. دلوقتي الأعيان اللي موجودين دول علشان إن هو يحضر لي في القاهرة ويحضر لنابليون هيحضر ليه؟ انا لو عايز ان انا اعينه في ديوان القاهره وهو في المحل هعينه في القاهره ليه؟ هستفاد ايه من ان هو يتعين في ديوان القاهره؟ تاني حاجه في عندي الديوان العام وده الفكره اللي انا هبتدي ان انا افكر فيها واختارها. بعد كده في عندي ديوان مديريه الغربيه، طبعا انا هستبعدها لان انا بستدعي للقاهره، انا هستدعي للقاهره ليه؟ لو هو هيبقى في مديريه الغربيه او هو في المحله اللي هي تبع الغربيه هخليه في او هستدعيه في القاهره ليه؟ طبعا اخر حاجه المجمع العلمي طبعا مستبعده، لا هو الديوان العام لان انا علشان استدعيه الى القاهره يبقى اذا انا محتاجه في الديوان العام. شكرا مستر احمد. ننتقل للصفحه رقم 5 مع مستر احمد مصطفى، اتفضل يا مستر. سؤال يا اولاد رقم 9 بيقول كان عهد اسماعيل نهايه لفتره انتقاليه بدات منذ تسويه لندن 1840 وفرماني 1841، لأنه قدامنا طبعا أربع اختيارات. واحد بيقول إعادة تقوية علاقة مصر بالدولة العثمانية، اثنين حصل على مزايا توسع للاستقلال، ثلاثة توقف التنمية الذاتية في عهده، أربعة إعادة إظهار مصر على الساحة الدولية. مبدئيا احنا اتفقنا لما بيكون قدامنا أربع اختيارات احنا أول حاجة بنعملها نبص في السؤال كده على مفتاح الإجابة. فين مفتاح الإجابة عندي هنا؟ هلاقي ان مفتاح الاجابه عندي في كلمه نهايه لفتره انتقاليه. طب ثانيه واحده، فين الفتره الانتقاليه اللي قبل الخديوي اسماعيل؟ هل هي كانت متمثله معايا في ابراهيم باشا اللي حكم بعد ابو محمد علي وعباس باشا وسعيد باشا؟ الثلاثه دول للاسف ما قدروش يعملوا اي انجازات زي مين؟ زي محمد علي. لكن الخديوي اسماعيل ببساطه خالص كنا بنقول عليه ان الخديوي اسماعيل هو حفيد محمد علي وهو زي محمد علي في كل حاجه، فقدر ان هو يخلي مصر ترجع تاني على النهضه واظهر مصر على الساحه الدوليه. يبقى انا هختار الاجابه رقم 4 وهي اعاده اظهار مصر على الساحه الدوليه. هستبعد طبعا الاجابه رقم 1 و2 هتبقى الاجابه رقم 4. سؤال رقم 10 بيقول كان الهدف الاساسي من معاهده لندن 1840 هو ايه؟ 1 تطبيق معاهده بلطة ليمان، 2 الغاء نظام الاحتكار، 3 اضعاف قوه محمد علي، 4 خضوع محمد علي للسلطان العثماني. تعال كده نشوف مع بعض ونفتكر معاهدة لندن 1840 كانت بتقول ايه. معاهدة لندن 1840 الدول الأوروبية فرضتها على محمد علي علشان حسوا ان محمد علي بقى قوي جدا،
بقى اقوى من السلطان العثماني نفسه. فكان الهدف من معاهده لندن 1840 ان هم ازاي يضربوا محمد علي اقتصاديا وعسكريا. اقتصاديا طبعا هينفذوا معاهده بلطة ليمان اللي اتعملت فعلا سنه 1838 واضعاف قوه محمد علي العسكريه. هم حسوا ان محمد علي بيمثل خطر على التوازن الدولي، فكان لازم يخلصوا من محمد علي. علشان كده فرضوا على محمد علي معاهده لندن 1840، ونقدر نقول ان معاهده لندن 1840 كانت تعتبر نهايه حكم محمد علي، ان محمد علي ما قدرش يعمل حاجه بسبب قيود معاهده لندن. يبقى احنا هنختار يا جماعه الاجابه رقم 3 وهي اضعاف قوه محمد علي عسكريا. احسنت يا مستر احمد. ننتقل للصفحه رقم 6 مع مستر سمير شلبي. اتفضل يا مستر سمير. السؤال 11. العامل الرئيسي في حدوث الطفرة الصناعية في منطقة القرن الإفريقي كان بسبب: 1. دور مصر الحضاري في منطقة القرن الإفريقي. 2. التعرف على الصناعات المصرية. الوجود العسكري المصري بالمنطقة. الحاق الشباب الصوماليين بالمدارس الصناعية. زي ما تعودنا ان في مفتاح إجابة، طب يا ترى ايه مفتاح الإجابة؟ ويا ترى هختار ليه حاجة ومختارش التانية مع انها ممكن تكون صح؟ لان مفتاح الإجابة هنا بيتكلم عن الصناعة، وبيتكلم عن الصناعه في القرن الافريقي. احنا عارفين اسماعيل، خديوي اسماعيل عمل انجازات كبيره جدا في معظم المجالات في القرن الافريقي، لكن هي بيسال عن الصناعه مخصوص. فهل هتبقى السؤال دور مصر الحضاري في منطقه القرن الافريقي؟ ده هيبقى اختيار صح لو بيتكلم عن الاقتصاد بصفه عامه، لو بيتكلم عن موضوعات عامه، لكن هو مختار الصناعه بصفه خاصه. الحقيقه كلنا عارفين الصناعه اسماعيل جعل الصوماليين اللي هم في القرن الافريقي يصاحبون قوات الجيش المصري او جنود الجيش المصري الذين يعملون بالصناعه داخل الجيش المصري في حرفه الحداده والبراده، فاكتسبوا هذه الصناعه من خلال الجيش المصري. ولذلك مش هيبقى الاجابه دور مصر الحضاري في منطقه القرن الافريقي، كمان مش هيبقى الاجابه الحاق الشباب الصوماليين بالمدارس الصناعيه، لان ما كانش في مدارس صناعيه، كان في جيش مصري بيتعلموا منه الصوماليين. إذا الإجابة الاختيار الثالث الوجود العسكري في منطقة القرن الأفريقي. السؤال التالي: تم نقد أول عقد اجتماعي في مصر والوطن العربي 13 مايو 1805 على يد مين؟ خسرو باشا، خورشيد باشا، محمد علي، نابليون بونابرت. الحقيقة أول عقد اجتماعي ده اللي هو أول صك اجتماعي، يعني أول دستور. هي مصر عملت دستور قام محمد علي؟ هو حاليا اسمه دستور، كان اسمه صك اجتماعي، يعني وثيقة فيها شروط، فيها عبارة عن علاقات الحاكم بالشعب. طبعا دي حطوها الزعامة الشعبية وخلوا محمد علي يوافق عليها غصب عنه إذا كان عايز يمسك الحكم، ولابد أن يلتزم بشروطهم إذا أراد الاستمرار في الحكم. ولكن محمد علي قرر يتخلص من الزعامة الشعبية اللي هي فرضت عليه هذا الصك الاجتماعي، وبالتالي الإجابة هتبقى محمد علي هو اللي قضى على الزعامة الشعبية عندما نفى زعيم الشعب عمر مكرم إلى دمياط وحط مكانه محمد السادات الذي كان أداة طيعة في يد محمد علي. ده الإجابة محمد علي. شكرا. أحسنت يا مستر سمير. ننتقل للصفحة رقم 7 مع مستر محمد عز الرجال. اتفضل يا مستر. أبنائي الأعزاء أهلا وسهلا، مرحبا بكم في مرة أخرى، وإحنا في المنعطف الأخير، ودايما الفارس والحصان في المنعطف الأخير بيشد عشان يوصل لأحسن نتيجة، وأحسن نتيجة معانا طبعا هتأثر على مستقبلنا كله، نتعب شوية عشان بإذن الله نستريح بعد كده. السؤال 13 بيقول: نستنتج السبب وراء هزيمة السلطان العثماني أمام محمد علي في معركة نزيب 1839، هو إخفاق مساعي الصلح بين السلطان ومحمد علي، أم قيام قائد الأسطول العثماني بتسليم الأسطول لمحمد علي، أم عدم جدوى المعاهدات والتحالفات الدولية، أم تسرع إنجلترا في الضغط على السلطان لقتال محمد علي؟ الموضوع إيه؟ الموضوع حروب الشام. النتيجة محمد علي تفوق على السلطان، السلطان قال له خلاص كفاية في عرضك، وعمل معاه اتفاقية كوتاهية 1833، واعترف لمحمد علي بكل اللي خده. هل السلطان كان واثق أو كان مقتنع بالكلام ده؟ طبعا لأ. تمام، برافو عليكم. ليه؟ لأنه راح عقد مع روسيا الاتفاق السري، وهي معاهدة دفاعية هجومية تعهد فيها كل طرف أن يساعد الطرف الآخر في حالة وجود أي خطر داخلي أو خارجي. طبعا واضح جدا هي موجهة ضد مين؟ موجهة ضد محمد علي. بريطانيا
دورها التحريض، عمالة تحرض. طب ليه بريطانيا بتحرض؟ عشان تنفيذ اتفاقية بلطة لمن اللي رفضها؟ محمد علي. طيب السلطان تشجع بإيه وحارب محمد علي سنة 39؟ تشجع طبعا بالاتفاق السري مع روسيا. طيب لما قامت الحرب فين روسيا؟ مفيش. فين بريطانيا؟ مفيش. طيب إيه اللي حصل؟ السلطان دخل الحرب، الجيش العثماني انهزم، قائد الأسطول سلم الأسطول بتاعه لمحمد علي. طب إيه فين الإجابة؟ طبعا كده مساء الصلح مش مستبعدها، انجلترا وتحريضها هنستبعدها، عند قيام قائد الأسطول أو عدم جدوى المعاهدات. طبعا قائد الأسطول سلم الأسطول بعد هزيمة الجيش العثماني هزيمة ساحقة، يبقى مش هي دي سبب الهزيمة؟ إذن سبب الهزيمة الاختيار رقم 3 عدم جدوى المعاهدات والتحالفات الدولية. السؤال رقم 14 بيقول حاول إسماعيل عام 1871 الحد من التدخل الأجنبي من خلال، طبعا مفتاح الإجابة هنا، طبعا مفتاح الإجابة هو التاريخ. حاول إسماعيل سنة 71 الحد من إيه؟ التدخل الأجنبي. توحيد المحاكم المختلطة والقنصلية، ولا إصدار تشريعات جديدة، ولا الاعتماد على الوطنيين، أم إطلاق حرية الصحافة؟ طبعا الإجابة مرتبطة بالتاريخ. توحيد المحاكم القنصلية في محكمة واحدة المحكمة المختلطة، ده كان سنة 1875 هنستبعدها. الاختيار الثالث والرابع الاعتماد على الوطنيين وإطلاق حرية الصحافة، الكلام ده تم إمتى؟ تم بعد إنشاء الحكومة المختلطة أو الوزارة المختلطة اللي فيها وزيرين أجنبيين، واحد إنجليزي للإيرادات واحد فرنسي للمصروفات. الحركة الوطنية رفضت الوزارة المختلطة وطالبت بعزل الوزيرين. الخديوي إسماعيل كان يعني منسجم مع الكلام ده، أطلق حرية الصحافة، الكلام ده سنة 1878 يعني في أواخر عهد إسماعيل. يبقى الإجابة الصحيحة 71 كان فيه إصدارات تشريعات جديدة، هذه التشريعات الجديدة تمثلت في قانون المقابلة، لما الحكومة استلفت أموال كثيرة وما قدرتش تسد هذه الديون في مواعيدها وبدأ التدخل الأجنبي، فالخديوي إسماعيل قرر إصدار قانون المقابلة عشان يجمع أكبر قدر من الأموال من المصريين عشان يسد الديون عشان يمنع التدخل الأجنبي. يبقى الإجابة الصحيحة الاختيار رقم 2 إصدار تشريعات جديدة. شكرا جزيلا. أحسنت يا مستر محمد. ننتقل للصفحة رقم 8 مع مستر هاني مصطفى. اتفضل يا مستر. السؤال رقم 15 بيقول قام محمد علي بعدة إجراءات تخدم المجال الحيوي لمصر من ناحية الشمال الشرقي، منها يبقى لازم أشوف إيه المقصود بكلمة الشمال الشرقي؟ هل السودان ولا الشام ولا الجزيرة العربية؟ هلا طبعا المقصود بالشمال الشرقي بلاد الشام. محمد علي لما سيطر على بلاد الشام فكر انه اول حاجه انه يقر الامن والنظام من اجل السيطره على بلاد الشام. طب ابص الاختيارات كده، اقرار سلطه الحكومه المصريه في الشام، طبعا الاختيار الاولاني خطا لان محمد علي عمل اقرار سلطه الحكومه المركزيه في مصر، يبقى الاختيار الاولاني غلط. اخضاع الامراء الاقطاعيين في بلاد الشام ولا فرض النظام واقرار الامن؟ هل طبعا فرض النظام واقرار الامن الاجابه الاصح، لانه قدر بالشكل ده يفرض النظام ويسيطر على بلاد الشام وفي نفسه يخضع امراء الاقطاعيين. لكن تعيين حاكم عام عليها برتبه حاكم دار، ده النظام ده الحاجه ديت عملها محمد علي في السودان وليس في بلاد الشام. يبقى الاجابه الصح عندي فرض النظام واقرار الامن. السؤال رقم 16، تضرر المتزمون بشكل كبير وخسروا جزءا كبيرا من ثرواتهم في اي الفترات الاتيه. احنا عارفين طبعا نظام الالتزام ده كان موجود طوال عصر العصر العثماني، طوال العصر العثماني. طب امتى سقط نظام الالتزام؟ لما محمد علي تولى حكم مصر سنه 1805، وسنه 1808 قرر محمد علي الغاء نظام الالتزام وتطبيق نظام الاحتكار وصادر كل الأراضي اللي بيمتلكها الملتزمين وسجلها للدولة، الكلام ده سنة 1808. طب نشوف الاختيارات تنفع مع مين. نهاية العقد الأول من القرن 18، طبعا الاختيار ده ما ينفعش لأن في القرن 18 ما كانش محمد علي تولى حكم مصر. بداية العقد الثاني من القرن 19، بداية العقد يعني سنة 1810، لا محمد علي أصدر قراره سنة 1808، يبقى الاختيار الثاني ما ينفعش. طب نبص على الاختيار الثالث، نهايه العقد الاول من القرن 19، يبقى دي الاجابه الصح
لأن محمد علي لغى نظام الالتزام سنة 1808، وطبعا ده يعتبر الإجابة الأدق نهاية العقد الأول من القرن 19. طبعا الإجابة الرابعة بداية العقد الأول كان محمد علي لم يتولى حكم مصر. أحسنتم مستر هاني. ننتقل للصفحة رقم 9 مع مستر جمال سعيد، تفضل يا مستر. طبعا في صفحة 9 في عندنا سؤالين، والسؤالين دول يعني يا ريت نخلي بالنا الأسئلة دي يعني زي ما بنقول فكر امتحانات، فكر عالي، فهنخلي بالنا في الأسئلة دي. أول سؤال عندنا بيقول: غضبت الدول الأوروبية من وزارة شريف باشا بسبب رغبته فيه. الاختيارات اللي عندي: التمسك بمناقشة الميزانية، ولا الإصلاح الاقتصادي، ولا تطوير الحياة الاجتماعية، ولا التمسك بالحياة الديمقراطية. طيب خلونا كده نشوف الأول هما يعني إيه سبب التخلص من وزارة شريف. عندنا نقطة كده موجودة في كتاب المدرسة بيقول أو بتقول النقطة دهيا إن التقت المقاصد بتاعة الاستعمار أو اللي هي إنجلترا وفرنسا مع مقاصد الخديوي في التخلص من وزارة توفيق، في التخلص من وزارة محمد شريف باشا. ليه عايزين يتخلصوا من وزارة محمد شريف باشا؟ محمد شريف باشا راجل دستوري. يعني إيه دستور؟ الدستور ده الوثيقة الرسمية اللي بتحدد العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم. ومعنى وجود دستور، لا الخديوي هيقدر يمارس سلطاته الديكتاتورية، مش هيقدر ان هو بقى ينفرد بالقرارات زي ما هو عايز، لان اصبح في دستور بيلزمه انت لازم تعمل ده وما تعملش ده، وبيحدد العلاقة والحقوق والواجبات على كل فرد موجود. طيب بالنسبة لانجلترا وفرنسا، طب ما هو لما يبقى في دستور ده هيعيق التدخل بتاعنا، واحنا مش عايزين حاجة تعيق التدخل بتاعنا. احنا عايزين تبقى مصر دي بالنسبة لنا التكية بتاعتنا اللي نعمل فيها اللي احنا عايزينه. فلذلك بالنسبة لنا هيبقى انسب اختيار ان انا اختاره يبقى ان شريف باشا متمسك بالحياة النيابية، شريف باشا متمسك بالحياة الدستورية، فلذلك هختار اللي هو تمسك شريف باشا بالحياة الديمقراطية اللي هي الاختيار الرابع. نيجي بعد كده على رقم 18 هنلاقي السؤال بيقول: ارتبط هدف الاجانب من استثمار اموالهم في الزراعة المصرية أثناء الاحتلال البريطاني برغبتهم فيه. نشوف الاختيارات ونشوف أنا هختار إيه. أول حاجة: بيع الإنتاج الصناعي الأوروبي في مصر، ولا زيادة المحاصيل الشتوية في مصر، ولا النهوض بالاقتصاد الزراعي المصري، ولا توفير المواد الخام اللازمة للصناعة المصرية. طبعا لما اجي ابص في كل سؤال او في اي سؤال لازم يبقى فيه مشتت. هنا لو جيت بصيت على المشتت اللي موجود عندي هلاقي ان في عندنا اللي هي توفير المواد الخام اللازمه للصناعه المصريه، لا انا هستبعدها، انا مش عايز اوفر مواد خام للصناعه المصريه، ده انا احتياجي ان انا اوفر مواد خام للصناعات الاوروبيه، لان في الوقت ده كان عندهم ثوره صناعيه فلازم ان هم محتاجين المواد الخام وخاصه القطن. طيب انا محتاج اسواق ابيع فيها منتجاتي، فلذلك هيبقى عندنا الاختيار بتاعنا اللي هو بيع الانتاج الصناعي الاوروبي في مصر، لان مصر تعتبر هي منطقه السوق. شكرا جزيلا. احسنت يا مستر جمال. اعزائي الطلبه اللي بيشاهدونا دلوقتي، فاصل قصير ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني ونستكمل الحلقه مع بعض ونشوف الصفحه رقم 10 مع مستر احمد مصطفى، اتفضل يا مستر. رقم 10 سؤال رقم 19 بيقول: أكدت مطالب جمعية الحزب الوطني في منتصف 1881 على رغبتها في: 1- تمصير إدارة السكك الحديدية، 2- إلغاء الدور الأجنبي في المراقبة المالية، 3- عرض أول مقترح لتوحيد الديون، 4- تعديل قانون اللجنة الدولية سنة 1808. اتفقنا يا جماعه ان احنا لما بيكون عندنا سؤال اول حاجه بتدور في كل كلمه عندك على مفتاح للاجابه. هبص هنا مطالب جمعيه الحزب الوطني. مين جمعيه الحزب الوطني؟ جمعيه الحزب الوطني اللي هي جمعيه حلوان اللي تم انشاء سنه 1879. هل يا ترى جمعيه حلوان اللي كانت بتقول اربع حاجات عندنا؟ 1- جمعيه حلوان كانت بتقول اعاده املاك الخديوي واسره الخديوي هيرجعوا تاني للحكومه المصريه. النقطة الثانية كانت بتقول إن احنا نوحد الديون كلها في دين واحد بفايدة قدرها 4%. رقم 3 كانت بتقول إلغاء تخصيص السكك الحديدية لصالح تسديد الديون، وكانت بتقول تكوين إدارة مراقبة وطنية بس هيكون فيها 3 أجانب. تعال نشوف الأربع حاجات اللي بتقولهم جمعية حلوان بتناسب إيه من الاختيارات. 1- تمصير إدارة السكك الحديدية، هل هم قالوا عايزين نخلي السكك الحديدية تمصير؟ 2- إلغاء الدور الأجنبي في المراقبة المالية، طبعا هم ما لغوش الدور الأجنبي، احنا قلنا تكوين إدارة مراقبة وطنية فيها 3 أجانب، يبقى أنا كده ما لغتش الدور الأجنبي. رقم 3 بتقول عرض أول مقترح لتوحيد الديون، هم فعلا قالوا عايزين نوحد الديون بس ده ما كانش أول مقترح،
اول مقترح كان من صندوق الدين من اللجنه الفرنسيه اللي قالت احنا عايزين نوحد الديون في دين واحد. طب رقم 4 بتقول تعديل قانون اللجنه الدوليه سنه 1880. هو مين قانون اللجنه الدوليه سنه 1880؟ اللي هو يا جماعه قانون التصفيه. لو جينا نبص للاختيارات اللي قدامنا هنلاقي ان الاجابه رقم 4 وهي تعديل قانون اللجنه الدوليه سنه 1880 وهو قانون التصفيه. طيب ندخل بعد كده على السؤال اللي بعده. السؤال بيقول استفادت انجلترا في ضربها للاسكندريه في يوليو سنه 1881 من 1 تواطؤ ديليسيبس معها، 2 مسانده الخديوي توفيق لها، 3 الخلاف بين الضباط والخديوي، 4 قرارات مؤتمر الاستانه. لو جيت تفكر في السؤال ده فهتلاقي ان السؤال اساسا سؤال واضح. تعال كده بص على الاختيارات واستبعد. لما الانجليز ضربوا اسكندريه، 1 هل تواطأ ديليسيبس معهم؟ اولا ديليسيبس ما كانش موجود اساسا في اسكندريه. ديليسيبس فعلا خان احمد عرابي بس ما كانش في اسكندريه، امال فين؟ افتكر كده معايا، كان في قناه السويس، وده كانت النقطه اللي هتخلي الانجليز فعلا يسيطروا على مصر. يبقى انا هستبعد رقم 1 خالص. طيب بص معايا لرقم 2، مسانده الخديوي توفيق لها، هل الخديوي توفيق ساند الانجليز لما دخلوا؟ لا، الخديوي توفيق احنا عارفين ان هو ليه ميول اجنبيه وان هو مع انجلترا وفرنسا، لكن ما كانش موجود لما الانجليز سيطروا على مصر. الانجليز سيطروا على اسكندريه وهو راح بعد كده اسكندريه وامر الانجليز بالحفاظ على الامن والامان والنظام في اسكندريه. يبقى يعني هم دخلوا اسكندريه وهو اللي راح وقعد معاهم في قصر راس التين. رقم 3، الخلاف بين الضباط والخديوي. هنلاقي ان الخلاف اساسا بين الضباط وبين الخديوي نشا بعد ما الانجليز ما كانوا سيطروا فعلا على اسكندريه. حتى في الوقت ده الخديوي توفيق بعت لاحمد عرابي بيقول له يا عرابي كفايه تحصينات عسكريه عند كفر الدوار وتعالى لي على اسكندريه. طبعا احمد عرابي في الوقت ده رفض ان هو يروح للخديوي، واتهم الخديوي ان هو كده بيتقاعس عن الدفاع عن مصر. فالخديوي توفيق في الوقت ده اعلن عصيان احمد عرابي، قال له يا عرابي انت عاصي، انت ما تسمعش كلامي. تعال نشوف كده قرارات مؤتمر الاستانه. ايه مؤتمر الاستانه؟ ارجع كده وافتكر معايا ان فرنسا دعت الى عقد مؤتمر الاستانه، والمؤتمر ده كان في الاستانه في الدوله العثمانيه، واتفق الدول الاجنبيه اللي حضروا المؤتمر اللي هي كانت انجلترا والمانيا والنمسا وايطاليا وغيرها ان عدم تدخل دوله منفرده في حكم مصر، يعني مفيش دوله تتدخل لوحدها في حكم مصر. ولكن مندوب بريطانيا او مندوب انجلترا كان راجل ذكي جدا، اضاف عباره الا للضروره القصوى او الا اذا حدث ما يؤدي الى ذلك، وكانت دي الثغره اللي تمكن منها الانجليز ان هم يقدروا يحتلوا مصر. يبقى انا هختار الاجابه رقم 4 وهي قرارات مؤتمر الاستانه. نتنقل بعد كده مستر احمد. مستر احمد ننتقل للصفحه رقم 11 مع مستر سمير شلبي. اتفضل يا مستر. اهلا بيكم تاني. عايز بس اقول ان يعني من الاوبشن اللي البرنامج مقدمه ان احنا مش هنسيبكم لحد يوم الامتحان. اي اسئله تبعتوها على الواتس على الفريق كله، الاساتذه كلهم في اي وقت يعني. طيب السؤال رقم 21، كانت الديون حجج واهيه لفرض التدخل الاجنبي في شؤون مصر بدليل المطالبه بها عام 1875 ميلاديه، ولا التوقف عن المطالبه بها بعد بعثه كيف، ولا المطالبه بنصيب مصر من ارباح قناه السويس، ولا المطالبه بانشاء المراقبه الثنائيه. حقيقه الديون حجج واهيه، كلمة وهي يعني ضعيفة، حجج وهي يعني حجج ضعيفة، وليست هي الحقيقة. هم ليهم ديون، أيوة الديون دي بدأت منذ عهد سعيد 1862، ولم يطالبوا بها إلا بعد 13 سنة سنة 75. أنا هنا عايز الدليل ولا السبب؟ لو قلت السبب إن الديون لم تكن السبب الحقيقي، لو قلت السبب حول التوسعات بتاعت إسماعيل وقناة السويس، عايزين يسيطروا على قناة السويس. لكن أنا بقول هنا الدليل، وعشان كده تركزوا قوي في كلمة الدليل. الدليل ان هم لم يطالبوا بها طوال 13 عام من سنه 1862، ما طالبوش بها غير سنه 1875. طب وايه الدليل في كده؟ ان هذا العام بالذات هو هذا العام الذي توسع فيه اسماعيل في شرق افريقيا ومنطقه القرن الافريقي، وهم اصلا كانوا متضايقين من هذه التوسعات. يبقى في الوقت اللي اسماعيل بيتوسع فيه هم بيطالبوا بالديون، هي مش صدفه، هي ده السبب الحقيقي. طيب اذا الاجابه المطالبه بها عام 75. السؤال التالي، كانت اهم الاسباب الخفيه للمطالبه بتسديد القروض ايام الخديوي اسماعيل. السؤال ده مرتبط شويه بالسؤال اللي فات، لان احنا قلنا الاسباب الحقيقيه هي توسعات اسماعيل في شرق افريقيا والسيطره على قناه السويس. بس احنا في الاختيارات هنا هنلاقي اربع اختيارات ما فيهاش الكلام ده.
نشوف كده إدخال مظاهر الحضارة الأوروبية ولا سياسة مصر الخارجية ولا السيطرة على موارد مصر المالية ولا إلغاء المزايا الخديوية. لو بصينا مش هنلاقي التوسعات خالص، مش هنلاقي السيطرة على قناة السويس. وكلمة الأسباب الخفية هنا مقصود بها الأسباب الحقيقية، الخفية هنا مقصود الأسباب الحقيقية. طب ما فيش التوسعات، بس في حاجة تدل على التوسعات وهي سياسة مصر الخارجية، اللي هي أنه إسماعيل بدأ يتوسع في شرق أفريقيا، ودي سياسة خارجية لمصر. يبقى الإجابة ب سياسة مصر الخارجية. شكرا لكم. أحسنت يا مستر سمير. ننتقل للصفحة رقم 12 مع مستر محمد عز الرجال، تفضل يا مستر. أبنائي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. السؤال اللي معانا بيقول: تشابهت أهداف صندوق الدين مع مطالب الحزب الوطني عام 1881 من حيث، وطبعا مفتاح الإجابة، إيه اللي تشابه بين أهداف صندوق الدين مع مطالب الحزب الوطني؟ أوجه التشابه بالاثنين، هل إنشاء خزانة فرعية لاستلام المبالغ الحكومية، أم ضرورة وجود مراقبة مالية وطنية، أم تحديد النفقات المالية للحكومة، أم توحيد مختلف الديون في دين واحد على الحكومة؟ طبعا هنا الاختيار الأول إنشاء خزانة فرعية، طبعا دوت من أهداف صندوق الدين اللي كان مشروع فرنسي ووافق عليه القديوي إسماعيل، وكان يشرف عليه مندوبين أجانب، وكان أول هيئة أجنبية رسمية تدخلت في الشؤون المالية المصرية، وكان يتولى استلام المبالغ الحكومية وتسليمها إلى الدائنين، استلام المبالغ الحكومية، استلام الديون. إذن الاختيار الأول مستبعد. الاختيار الثاني ضرورة وجود مراقبة مالية، دي من أهداف الحزب الوطني. تحديد النفقات المالية للحكومة، ده مستبعد من الاثنين. إذن الاختيار الرابع والأخير توحيد مختلف الديون هو الاختيار الصحيح، لأن كان من أهداف صندوق الدين كان بيجمع كل الديون. أما الحزب الوطني أيضا طالب بإنشاء توحيد الديون في دين واحد بفائدة 4%. السؤال رقم 24 بيقول: اختلفت المذكرة المشتركة الثانية عن المذكرة المشتركة الأولى في، اختلفت هنا مفتاح الإجابة، اختلفت المذكرة المشتركة الثانية عن الأولى في إيه؟ هل الجهة المرسلة، هل الهدف الحقيقي، أم موقف العربيين منها، أم الأثر؟ طبعا الجهة هي في الاثنين، إنجلترا وفرنسا، هنستبعدها. موقف العربيين الاختيار الثالث، طبعا موقف العربيين واحد في الاثنين، وهو رفض التدخل الأجنبي ورفض المذكرتين. طب الهدف ولا الأثر؟ طبعا الهدف الأولى كان إلغاء مجلس النواب وفشلت في ذلك. طب الهدف الثانية إقالة أو استقالة وزارة البارودي وإبعاد عرابي خارج البلاد. عامة الهدف الحقيقي وكلمة الحقيقي بيخلينا نقول إن هو دي التدخل الأجنبي في الاثنين زي بعض. إذن نروح للاختيار الرابع وهو الصح، الأثر. طبعا المذكرة المشتركة الأولى فشلت في حل مجلس النواب، ولكن أدت إلى الخلاف بين شريف والعرابيين حول حق النواب في مناقشة الميزانية، وانتهت باستقالة البارود. أما الثانية أدت إلى خلافات شديدة بين الخديوي وبين العرابيين وبين الحكومة، في النهاية أدت إلى استقالة وزارة البارودي، ولكن حصلت بعد كده أحداث في النهاية أدت إلى التدخل الأجنبي وإلى احتلال مصر. إذن الإجابة الصحيحة هو الاختيار الرابع، الأثر المترتب. شكرا جزيلا. أحسنت يا أستاذ محمد. ننتقل للصفحة رقم 13 مع مستر هاني مصطفى. السؤال رقم 25 بيقول: اعتبر أول من طرح فكرة الاستقلال القومي خلال تاريخ مصر الحديث. مدينا أربع اختيارات. أول اختيار عندي محمد علي. طبعا محمد علي ملوش علاقة بالاستقلال القومي، محمد علي والي عثماني وكان عاوز يعمل دولة علوية. مصطفى كامل كان من ضمن الناس اللي بيقول إن احنا الجامعة الإسلامية. الخديوي إسماعيل عثماني وكان بيميل للدولة العثمانية. طب رقم 4 الاختيار الأخير سعد زغلول. طب ليه أنا اخترت سعد زغلول؟ إن بعد الحرب العالمية بدأت تنمو في مصر فكرة الجامعة المصرية أو القومية المصرية، خاصة بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية وسقوط الجامعة الإسلامية. وسعد زغلول بدأ يستغل النقطة ديت، وقامت ثورة مصر واشترك فيها المسلمين والمسيحيين، وبدأ الشعب المصري يتطلع إن يكون في حاكم مصري، وإن مصر تكون دولة مدنية حديثة تقوم على أساس القومية المصرية. يبقى كده الاختيار الرابع سعد زغلول. السؤال رقم 26: ذهاب سعد زغلول إلى باريس بهدف. ليه سعد كان رايح باريس؟ أولا إعلان زعامته للحركة الوطنية المصرية، ما هو كده هو زعيم الحركة الوطنية. هل المطالبة بحق تقرير مصير؟ النظر في تكوين علاقات سياسية، عرض قضية مصر على عصبة الأمم.
هستبعد رقم 1 ورقم 3. طب رقم 2 المطالبة بحق تقرير مصير. نرجع كده نفتكر تقرير مصير، ده اللي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحرب العالمية الأولى بهدف جذب الشعوب ضد ألمانيا والدولة العثمانية، ومصر تمسكت جدا بحق تقرير مصر ويمكن كل الدول العربية. وبعد الحرب ما خلصت سعد زغلول قرر أن يسافر باريس علشان يعرض قضية مصر ويطالب بحق تقرير المصير. يبقى كده الإجابة الصح رقم 2 المطالبة بحق تقرير المصير. وشكرا. أحسنت مستر هاني. ننتقل للصفحة رقم 14 مع مستر جمال سعيد. تفضل يا مستر. صفحة 14 هنلاقي عندنا السؤال رقم 27. السؤال بيقول لنا مشاركة جميع فئات الشعب المصري في ثورة 19 أعطى للثورة طابع، ومديني في الاختيارات مدني قومي شعبي ثوري. أنا لو جيت بسيط دلوقتي أنا بقول جميع فئات الشعب، معنى جميع فئات الشعب يعني شارك فيها جميع الطوائف، سواء إذا كانوا رجال نساء أقباط مسلمين، مثلا عندنا مثلا اللي هو أفندية الفلاحين عمال صنايعية جميع طوائف الشعب. فإحنا بنقول دلوقتي تعد ثورة 1919 ثورة شعبية شاملة بمعنى الكلمة. لذلك في الاختيار هنا أنا هختار أن كانت مشاركة جميع فئات الشعب المصري دون المفتاح بتاعي اللي هيخليني أختار شعبية. نيجي بعد كده على السؤال اللي بعد كده، تعمدت بريطانيا تقويض يعني هدم سلطة مصر من الناحية العسكرية ضمن التحفظات الأربعة، ويظهر ذلك في التحفظ الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. طيب خلينا نشوف كده التحفظات وبص عليها. لو جينا بصينا على التحفظات هلاقي رقم 1 عندي تأمين مواصلات إنجلترا في مصر، ودون علشان تبرر وجود إنجلترا على أرض مصر. الحاجة الثانية الدفاع عن مصر، ودون لتبرير الجيش أو منع مصر تكوين جيش. ومن هنا خلاص كده أنا الإجابة بالنسبة لي وضحت، يبقى الثاني. لأن هنا بقول لك تقويض يعني هدم يعني منع أن مصر تكون قوة عسكرية تدافع عنها، فظهر عندي من المبدأ الثاني اللي هو الدفاع عن مصر لتبرير أو منع تكوين جيش. كده أنا خلصت يا مستر أحمد. أحسنت يا مستر جمال. ننتقل للصفحة رقم 15 مع مستر أحمد مصطفى. سؤال رقم 29، تعتبر وزارة مين هي أول وزارة تسمى بالائتلافية؟ الاختيارات اللي قدامنا 1 هل هي وزارة سعد زغلول ولا وزارة النحاس ولا وزارة عدلي يكن ولا علي ماهر؟ يعني أولا وزارة ائتلافية، وزارة ائتلافية يعني وزارة مؤلفة ما بين عدة أحزاب، سواء كان الحزب الوفد أو حزب الأحرار أو أي حزب تاني. السؤال ده لو جانا في الامتحان فاعتبره ان هو سؤال هدية من المستشار المادة لو حط سؤال زي ده. من السؤال اساسا لو بصيت عليه في الفصل الرابع فهتلاقي مكتوب عندك كده وزارة عدل يكن كانت وزارة ائتلافية، يعني انت مش هتفكر كتير، انت بس مجرد بس ان انت تعرف السؤال ده في انهي فصل وهتوصل للاجابة على طول. السؤال واضح جدا. تعال نشوف السؤال رقم 30، بيقول حاولت انجلترا لاول مرة محاولة ايجاد شرعية لقواتها في مصر من خلال 1 قانون دفرن، 2 مفاوضات سعد منر، 3 تصريح 28 فبراير سنة 1922، 4 معاهدة 1936. اتعودنا يا شباب ان احنا دايما بتدور على مفتاح للإجابة او حاجة تخليك تفهم هو عايز ايه بالظبط. هنا بيقول لك حاولت انجلترا لأول مرة، اول مرة انجلترا بتحاول توجد شرعية ليها. لو جيت بسيط على الاختيارات فمثلا عندك قانون دفرن، لا قانون دفرن لما اتقال في الخمس نقط الموجودين عندك ما تقالش فيه ان القوات العسكريه موجوده او القوات العسكريه الانجليزيه موجوده بصفه شرعيه، بالعكس ده قال ان مصر ولايه عثمانيه وان مصر تابعه للسلطان العثماني، ما قالش ان مصر هتكون انجليزيه. تاني حاجه مفاوضات سعد منر، اساسا مفاوضات سعد منر كانت اساسا يعني كانت فاشله، فبالتالي ما قالتش ان انجلترا هتحتل مصر. بص معايا كده على تصريح 28 فبراير 1922 ومعاهده 1936، هتلاقي ان الاثنين فعلا اوجدوا شرعيه للانجليز في احتلال مصر. تصريح 28 فبراير كان بيقول تامين المواصلات البريطانيه لتبرير وجود جيش انجليزي في مصر. وطبعا احنا اتفقنا ان التصريح ده ليه العيوب بتاعته اللي هم الاربع تحفظات. بص كده هم برروا لنفسهم وجود جيش انجليزي علشان يدافعوا عن مصر، علشان يمنعوا تكوين جيش مصري. النقطه الثانيه بتاعت معاهده 36 هم فعلا قالوا ان في قوات انجليزيه هتكون موجوده، بس فين؟ في منطقة قناة السويس. طيب هو اللي حصل الأول معاهدة 36 ولا تصريح 28 فبراير؟ هنلاقي إن طبعا تصريح 28 فبراير كان سنة 1922، ودي أول مرة إنجلترا
توجد لها او تقول ان في تواجد انجليزي موجود في مصر بصفه شرعيه. كان ممكن الاجابه نختار معاهده 36 لو كان بيقول لك حاولت انجلترا لتاني مره، لكن هو بيسالك وبيقول لك لاول مره. شكرا مستر احمد. احسنت يا استاذ احمد. مستر سمير شلبي بالورقه والقلم كده، احنا معانا تقريبا يعني اقل من شهر على امتحانات الثانويه العامه. تمام. طالب الثانويه العامه يتعامل ازاي مع ماده التاريخ في الفتره المتبقيه دي؟ جميل. حبايب الطلاب الجمال، هو مش غالبا دلوقتي كل بيشتكي من القلق من النسيان، انا نسيت الفصول كلها، انا باجي احل مش عارف احل، انا مضطر ان انا اقفل الحل امتحانات وابتدي اذاكر، وده خطا كبير جدا. خلاص انت ذاكرت الحمد لله طول السنه، رجعت كمان، مفيش حاجه اسمها حنسه ومش حنسه. اولا اول حاجه دلوقتي الفتره دي حل امتحانات وبس وفقط، يعني ما تحاولش تذاكر فصول الا من خلال الامتحانات. بمعنى لو جه سؤال مثلا عندك ومثلا حادثه فشوده انت نسيها اصلا مش فاكرها، اروح مطلع الجزء بتاع حادثه فشوده واقراه وابتدي اجاوب. وحل الامتحانات الكتير هيدربك كتير، هيخليك تحس انك انت عندك ثقه في نفسك. انما نصيحه، لو قعدت تراجع المنهج 10 مرات هتيجي تحل برضه مش هتعرف تحل، لانك لازم تتدرب على الحل الكتير. اولا ثق بالله ثم بقدراتك، ان الله لا ايه لا يضيع اجر من احسن عمله. انت عملت اللي عليك، خليه الباقي على ربنا، اتدرب كتير، حل اسئله كتير، وان شاء الله هتجيب المجموع اللي انت عايزه، ان شاء الله تدخل الكليه اللي انت عايزها، وان شاء الله تحقق اللي انت عايزه. شكرا وربنا معاكم. احسنت يا مستر سمير. مستر محمد عز الرجال، تحب تقول ايه للطلبه بتاعتك؟ نفس الكلام اللي قلته في اول مره وبكرره مره ثانيه، انا قلت الامتحانات ان شاء الله باذن الله تعالى اللي انتم متخوفين منها باذن الله هتكون سهله، والامتحان التجريبي الاول اثبت الكلام ده، وبعد ايام في امتحان تجريبي ثاني وهيثبت الكلام ده ان الامتحان هيكون سهل. طبعا كنا بنعاني من اول السنه، مفيش حاجه واضحه، لا دلوقتي في امتحانات كتيره واسئله كتيره ممكن نتدرب عليها. اهم حاجه اللي مستر سمير بيقول عليها، اللي بيقول انا نسيت، احنا خلاص نظام التعليم اتغير، احنا تحولنا من الحفظ والتلقين الى الفهم والاستنتاج. ما تحفظش حاجه، ما تحاولش تحفظ حاجه، حل اسئله في كل المواد. التاريخ فهم، ركز على اسئله الربط بين الفصول، اسئله الربط هتكون اسئله كتيره جدا في الامتحان، وان شاء الله باذن الله عام سعيد وعام موفق لاول دفعه تعتمد على الفهم والاستنتاج باذن الله. شكرا جزيلا مستر احمد. شكرا مستر محمد. مستر هاني مصطفى، تحب تقول ايه للطلبه؟ احب اقول لهم قبل ما يبداوا اهم حاجه عندي يحلوا امتحانات ويقروا السؤال كويس جدا ويبداوا يختاروا. عندي في اربع اختيارات، لازم اقرا الاربع اختيارات كويس جدا واحاول اطلع اجابه خطا او اثنين وابدا اركز على الاجابه الصح وابدا افكر فيها واجيب الرابط بتاعها اللي موجود في كتاب المدرسه. وكل ما احل اسئله كتيره جدا لازم اعتمد اعتماد كلي على كتاب المدرسه، لانه اخر السنه هو هيجيب حتى لو جاب اسئله خارج المنهج، بس لازم يكون لها ارتباط بكتاب الوزاره او كتاب المدرسه. شكرا مستر. احسنت يا مستر هاني. مستر جمال سعيد. طبعا انا مش هتكلم في الاساتذه قالوه، انا هضيف بس حاجه كده يا استاذ احمد. طبعا الطلبه لما بتيجي تذاكر دايما بيروح جاي مثلا ماسك الكتاب كده ويروح جاي يفرر لي اول فصل او تاني فصل، وبعد كده يروح جاي سايبه، وبعد كده لما يرجع يذاكر تاني يروح جاي برده مذاكر تاني اول فصل وتاني فصل، وهكذا مستمر في الدايره ده، ما بيكملش ان هو يوصل للاخر. لا، ارجوك امسك المنهج بتاعك، امسك الفصل الاولاني، لما تيجي تراجع من تاني لا كمل على التاني، كمل على التالت، كمل على الرابع، لغايه لما تخلص المنهج بتاعك بالكامل ابتدي انك انت راجع عليه من اول تاني. طيب احيانا من الممكن انك انت تلاقي في جزئيه دايما كل ما بتيجي تراجع الجزئيه دي بتنساها، انت ممكن تروح جاي معلم الجزئيه دي مثلا بشكل مضلع او بشكل مربع، فلما تيجي مثلا انت في الامتحان تفتكر جزء دي الجزئيه اللي كانت مضلعه، دي الجزئيه اللي كان جنبها المربع، دي اللي انا كنت راسم جنبها مثلا ايه مثلث او اي حاجه، ده هيخليك انك انت تفتكر الجزئيه اللي كانت موجوده فيها. دايما لما تيجي تذاكر حاول انك انت تبعد عن اي حاجه هتخرجك عن تركيزك، ويا ريت انك انت لما تيجي تذاكر لمده 45 دقيقه وبعد كده تدي لنفسك فاصل علشان عقلك يبتدي ان هو يستريح، فتبدا انك انت ترجع بنشاط من تاني. ولما تذاكر ماده تقيله ما تجيش بعدها بماده تقيله، لا شوف ماده خفيفه كده علشان انك انت ما تكبسش دماغك مره واحده، فبالتالي مش هتقدر انك انت تكمل او مش هتقدر انك انت تذاكر. وطبعا زي ما الاستاذ قالوا انك انت تحل اسئله كتير، وان شاء الله ربنا يوفق كل الطلبه باذن الله. احسنت يا مستر جمال. مستر احمد مصطفى، تحب تقول للطلبه بتاعتك؟ والله يعني هم الاستاذه قالوا كل اللي انا كنت عايز اقوله، بس انا عايز اضيف حاجه بسيطه بس اقول لهم بجد بجد، انتوا كلكم السنه دي كلكم تعبتوا، حتى لو انت ما ذاكرتش قوي في اولى وفي ثانيه، فانت بجد تعبت قوي السنه دي وذاكرت وعملت اللي عليك يمكن اكتر كمان. خليك بس واثق في ربنا، خليك واثق في نفسك، خليك واثق ان ربنا اللي كان موجود معاك في الفتره اللي فاتت دي كلها مش هيسيبك،
بس انت اعمل اللي عليك، اتعب بس شويه، افتكر بس ان الشهر ده او الكام يوم اللي جايين دول هم اللي هيخلوك ان شاء الله تدخل الكليه اللي انت عايزها. ربنا معاكم بالتوفيق، ربنا يعني يحسن خير ان شاء الله. احسنت مستر احمد. قبل ما نختم الحلقه مستر سمير شربي حابب يقول كلمه سريعه. كلمه واحده حطها شعار عندك وعلقها كده واكتبها، الحل هو الحل. شكرا. احسنت مستر سمير. طبعا استشف من الحديث بتاع الزملاء الافاضل ان هو دلوقتي اللي بيثبت المعلومه هو كتر حل الاسئله والامتحانات، وليس كل شويه اقعد اعيد وازيد في الشرح مره واثنين وثلاثه، لا الاسئله هي اللي هتثبت المعلومه بالنسبه لي، وان شاء الله بالتوفيق وامتحانات تبقى جميله كلها في كل المواد، وتمنيات القلبيه بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الاعزاء. شكرا لكم جميعا.